كاين بزاف كيقولوا نبيلة غير منفوخة بالبرد، وهاد الشخصية السياسية اللي كيصوروها في سواء في الإعلام ولا في مواقع التواصل الاجتماعي ما عندهاش داك الثقل الحقيقي ديالها في الواقع. باش تجاوبي اولا انا كنقول لكم يعني حضرت لواحد العدد المؤتمرات ديال الدوليه ديال اليسار، كيقدمونا كحزب اشتراكي موحد باننا ذاك اليسار الجديد المتجدد القادم الذي سيغير الوطن الى احسن، الى الديمقراطيه الحقيقيه. وكذلك احنا كذلك في المشروع ديالنا احسن مشروع متقدم. يمكن اي حزب يجي يقول لك المشروع ديالي احسن مشروع، يعني كلام على احنا ورق مشروعنا ماشي وصافي. كلام، هذا كلام وكل موزون واحد يقدر يكتب اللي بغى. بنظره استشرافيه. ما كاين حتى واحد اليوم في المغرب غادي تشوف اللي كيطالب بالديمقراطيه كيف كنطالبوا بها حنايا، لان ملي كيجيو في انتخابات ويقدموا لنا واحد القطبيه زائفه، كيف كاين فرق بين محافظون المطالب كذا. وبين الواقعيه؟ الا جات المطالب اي واحد يقدر يقول اللي بغى، لا راه ماشي الشباب الواقع، في الجامعات الواقع ياكلوا. انا نقول لك شنو هو الواقع. الواقع هو اننا خصنا نديروا شي سياسه في البلاد اللي تحافظ لنا على التلاحم والسلم المجتمعي. ولادنا كيمشيو لداعش، القوى العظمى كتحرك فينا. اليوم كاين مشروع ديال تفكيك المنطقه والتفجير ديالها. ولا بغينا نكونوا قويين حنا كمغاربه خصنا نبنيو الديمقراطيه الكامله الغير منقوصه، دوله قويه بالمؤسسات ديالها. اليوم المغرب منفتح على افريقيا، منفتح على افريقيا، هذا شيء ايجابي جدا، ولكن خصنا نفتحوا من منطلقين واحد الدوله قويه، دوله قويه بالديمقراطيه ديالها، باحترام ديال حقوق الانسان، بالمساواه الكامله، بالمواطنه الكامله. حنا بوحدنا اللي عندنا هذا المشروع، الاخرين كلهم ما كيدويش على الديمقراطيه، ما كيدويش على محاربه الفساد. حنا كنقولوا الا بغينا بلادنا نحقوا فيها غدا التوزيع العادل للثروه خصنا نحاربوا الفساد والريع والامتيازات هادشي وتبديد الاموال العموميه. ماشي كلشي كيقولوا كيقولوا انا ما عنديش، انا كنت رئيسه الحكومه غادي تشوف كيفاش غادي ندير لهادشي. انا ماشي تقول لي الكلام ومنين جيت تقول لي عفى الله عما سلف، احنا ما كنقولوش عفى الله عما سلف، كنقولوا الاقتصاد ديال بلادنا يمكن له انا بقدر يتقدم. تقولوا اللي بغيتوا لا ما دام ماشي ما دخلتوش نقولوا في المسؤوليه، تقدر انا تقولوا اللي داخلين بغيتوا حتى مسؤوليه، هما انا قبل نقول ما لك كيفاش يكونوا داخلين في مسؤوليه، المسؤوليه انا نقول لك كيفاش كانوا داخلين مسؤوليه. كيقولوا، ومن بعد ما داروا والو احنا عندنا شنو واحد الضمانات العدد ديال انك ما الجماعات تبدليش كنسيروها، واحد العدد ديال الجماعات يعني نموذج في الشفافيه، نموذج في التدبير العقلاني، نموذج في النجاح. مع كل اسف ما كتسلطش عليها الاضواء. اليوم احنا عندنا جوج برلمانيين دخلوا، غير دخلوا قالوا احنا كنتنازلوا على التقاعد، علاش ما تبعوهمش هذوك مالين 125 ومالين 102 وداك؟ تشوف هذا علاش ما البرلماني، رجعش 14 مليون اللي خدا في هذيك 3 شهور البرلماني اللي ما خدمش فيها اللي مجلس النواب؟ خدام وكيتواصل مع الناس، خدامه وراهم حاطين واحد 40 خدام ديال فيسبوك، الاسئله. شنو خدام كيدير؟ لا كيتواصل مع الناس، عندكم والاسئله جوج نواب الكتابيه، برلمانيين 3 شهور الاسئله البرلمان ما الكتابيه كانش راها خدام، تنزلات. نزلت من بعد 3 شهور قبل ما يتنصب رئيس شوف المجلس النواب. لا هذوك 3 شنو شهور كانوا كيديروا هذوك جوج اسمح نواب لي، ديالكم؟ هذوك جوج النواب ديالنا عندهم وليداتهم وتنازلوا على الخدمه ديالهم باش يتفرغوا لخدمه المواطنين. الذنب ماشي ديالهم، ديال يتحملوا الحكومه اللي ما مسؤوليتهم. قدرتش تدير، يتحملوا مسؤوليتهم، تحملين اكثر من التحمل. تخيل معايا وهو البرلمانيين باش ديالنا وليداته صافي المغاربه يخلصوا 14 مليون لكل باش واحد منهم، وليداته كتشوفها باش يطلع غير منطقيه؟ المحكمه الدستوريه اللي طعنوا فيه العداله والتنميه. اسمح لي، واش اش غادي ناكل انا الحجر باش ندافع عليك انتيا؟ انا خصني الدوله وده هو المغربيه، النضال. لا كاين وتاكلي 14 مليون باش تدافعي عليا انا؟ لا ما كناكل حتى حاجه. انا فلوسي كنعطيهم لك ما كتاكلهم انت عطيتيني والو، ومازال ما سقتيش الخبر. لا انا الشعب ما خدم كموظفه عندكم والو، فلوسي كلهم كنخسرهم في انتم الحزب. لا لا كفيدراليه لا، ما وهادو يقارب 30 كانوا مليون، خداوها كيخلصوا جوج في بجوج النواب ديالكم، 5 مليون 6 و30 مليون مليون ما لواحد. بغيتوش ترجعوها، اسمح جاتكم لي بزاف. شنو هي؟ 30 مليون ما بغيتوش اشنو ترجعوها 30 مليون؟ ديال الشناوي وبلافريج وتقدر ديال تقول 3 شهور؟ البنكيراني رجع لنا الملايين اللي ما عرفتش خداوها، غادي وهذوك نقولها انا، غنقول لك اكثر داك الناس منها. اللي معاه. وتقدر تقول المغاربه اللي شفروا المغاربه يرجعوا الفلوس، الناس اللي كانوا رؤساء الجهات ورؤساء المدن اللي باغيين اليوم يكونوا وزراء تقول لهم يرجعوا الفلوس. يعني بحالكم هذوك هما اللي بحالهم، خصهم. لا هادشي اللي قالوا انا الناس ماشي عليك بحالكم شفاره، بحالهم. لا احنا ما عندناش شفاره، لا ماشي هذوك بحالكم شفاري، شفاره ولكن بوحدهم بحالكم يرجعوا بحالهم. الفلوس. اما اللي باغي يخدم الوطن وتخلى على واحد الراتب ديال دابا 5 3 شهور مليون ما كانش وغادي مجلس تخليني النواب يا كريم خدام، يتكلم، ما عرفتي كانش خدام الصحفي مجلس الجيد النواب. يطرح سؤال وينتظر الجواب. السياسي اسمح السيسي هو لي اللي يا كيقول جلال، الحقيقه، لا ما كيبقاش كنديروا يدور في خدمه. الهضره انا هكا. تخليت على منصب ديالي عمر بلا فريج ولا الشناوي، كنت كنقبض واحد 5 مليون، واحد كيقبض توا تقريبا شي 6 ديال المليون، تخلاو عليهم باش يقبضوا قل باش يخدموك ويخدموا الوطن، فهمتيني؟ باش يخدموا هاد 4 شهور غياكلوا مال الحجر، اش غادي يديروا؟ جامعين البركه الحمد لله. لا ما عندهم مجامعين، وعبد الله مجامعين فرج كيساهموا في كان الحزب. كيشد اسمح اكثر لي، من 50,000 درهم في الشهر. شوف هذاك عنده شغلو، شويه في دابا ما الحساب. تغلطوش الناس، الناس الشرفاء اللي كيخدموا الوطن نقول لهم رجعوا الفلوس، والشفاره نطلعوا من البرلمان ونطلعوا من وزاره ونعطيهم باش مسؤوليات. عطيونا اسمح المثال، لي، باش عطيونا المثال، كنا عطيتكم المثال. المثال، قلنا هما لكم حنا غير دخلنا حطينا الاثار رجلينا. والمعاصره طالبوا البرلمان ديالهم انهم يرجعوا هذوك الفلوس ديال 3 شهور، علاش وراه انت عندهم يا نبيله الملايير مريم منين ما جاتهم باش داروا خديتيها؟ الحمله الانتخابيه؟ بعض المدن لقيتها كلها بلاكارد باللوغو ديالهم. فين هو القانون في هذه البلاد؟ الاسره والمعاصره من 47 مقعد يجيبوا 102 حتى واحد ما يطرح سؤال، وحنا اللي نديروا حمله انظف حمله،
واكبر اجونس دو بريس في العالم تبعتنا. ممكن انتم كفيدراليزيو تقولوا البلافريج والشناوي هذوك الفلوس ديال ثلاث شهور البرلمان حنا غنعطيوهم لكم من الميزانيه ديالنا ديال الفيدرالي. ما عندناش ميزانيه، راه هما اللي كيعطيونا ميزانيه. ما عندناش فرانك ما كتعطيش لينا الدوله. انا كان عندي باش نقسم معاهم الراتب ديال نقسم انا الراتب ديالي كيتقاضى قبل من الشهر، لان كنمشي لطنجه ونمشي لتطوان ونمشي لاكادير في شهر واحد بالسياره ديالي بالمازوت ديالي بتنخلص كل حاجه كنخلصها انايا. علاش كندير هذا الشيء؟ واش انا شنو كندير باش نتواصل مع الناس باش نوصل القضايا ديالهم فين خصها توصل؟ هذا هو السياسي اللي بغينا. وما تشوهوش لينا الله يخليكم الصوره ديال البرلمانيين ديالنا اللي هي احسن صوره. حنا دابا في اعاده البناء، هادو جوج الناس يشرفون الوطن ماشي غير البرلمان. تخلوا على راتب كبير بغيت ياخذوا راتب اقل باش يخدموا به ونقول لهم موتوا بالجوع. هذا الشيء اللي كنعاودوا للمغاربه، هذه اللي كانت الشعبويه. هذه قول لهذوك اللي صوتوا على التقاعد البرلماني وزراء شهرين قبل ما يخرجوا، هذوك هما اللي حشومه وعار والبلد فقير ويديروا هذا الشيء. اما هاد المناضلين راه دايرين حمله قداشنا هي وخدامين فليساتهم، واللي جايب فريق خدام معاه كيتعاون معاه على اش؟ كيتعاون معاه على هاد الشعب باش هاد الشعب ينهض ويهز راسه الفوق ويمشي واقف ما يبقاش من البطاح. حنا الشعب رجعنا له الكرامه، على الاقل كنقول له راه عندك الحق في المدرسه العموميه اللي بغاو يدرسوها اليوم. عارفوا الشعب خربوا حتى واحد موقف معنا، كل شيء غادي مع العولمه المتوحشه بوحدنا دايرين جبهه من اجل الدفاع عن المدرسه العموميه، لان لا ما قريناش ولادنا وما حفظناش على المجانيه. ولاد الفقراء هما اللي غياكلوا الدق، بحال البارح خداو الدق في الميناح ملي قال لك اسيدي غنعطيو للفقير ما نعطيوش اللي عنده، حرموا الفقير. ولاد الفقراء كياكلوا الدق، ولكن ولاد نبيله منيب ولاد بلافريج والشناوي واللي معاهم عايشين بخير. لا حول ولا قوه الا بالله. ولاد الوطن كلهم غادي يعيشوا مزيان الا كان بحال منيب وبحال الشناوي بحال عمر بلافريج في المسؤوليه. علاش كندافعوا على المدرسه بالمجان؟ القضايا الوطنيه ابدا. كون كنا كنتجروا كون رحنا مع دوك الشلابيه حتى حنا جبنا 100 وكذا ديال 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 الاصوات. ما نجيبوش جوج وما تسقطش اللائحه الوطنيه اللي دارت ارفع حمله انتخابيه في المغرب. سمح لي قال لك ما كنطبقوش، كنطبقوا. سير شوف الشوكا ايتباها كيفاش دايرين اللي فقنا اللي كيدوزوا لا خلينا نطرح سؤال اللي انا غادي نجاوب بعدا. سير شوف الشوكا ايتباها اللي جماعه صغيره وعندها امكانيات قليله وحنا اللي كنتراسوها. الطريق داز الماء وصل الضو وصل الدراجات للدراري. وشكون اللي كيدوز من 2017 على الماء والضو؟ معلوم كندويو على الماء والضو، باقي الناس ما وصلش لهم الماء والضو، باقي المغرب النافع والمغرب غير النافع. حنا المشروع ديالنا ديال التوزيع العادل للثروه. اليوم في المغرب كان نظام ابوي، الناس كتستافد من الماء من الغابات من الاراضي كيسطيو على 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 الممتلكات ديال الناس. وحنا في هذه الملفات كلها حنا الاولين. مجانيه التعليم، مجانيه التعليم دايرين جبهه للدفاع عن المدرسه والجامعه العموميه الجيده بالمجان. ودزلنا للشارع ودايرين ندوات وما خلينا ما نديرو وما غنسكتوش وما غنخليو حتى واحد يضرب المجانيه. دايرين جبهه للدفاع عن مجانيه التعليم وكتقرا ولادكم في المدارس الخاصه. هذا ماشي في العلاقه. نقول لك واحد المساله. حلال عليك حرام علينا؟ لا ماشي حلال عليك حرام علينا. انا كنقول لك بانه الاغلبيه الساحقه ديال المغاربه، لان المستوى ديال المغاربه. دابا انا كنقول نبيله منيب، خليني نجاوبك. الناس كيقولوا انت بحالك بحالهم، هذوك اللي كتنتقديهم ما كتميزوا عليهم في والو. لما جاتكم فرصه في البرلمان جوج البرلمانيين ديالكم خداو الصلاه ديالهم ثلاث شهور ما خدموش فيها. انا ماشي بحالي بحالهم. جينا الدفاع على مجانيه التعليم، ملي جات المغادره الطوعيه اختاريت المدرسه العموميه. ملي جات شوف بعدا نقول لك بعدا. دابا واش ولاد الشعب خصهم يمشيو يقراو في المدرسه العموميه وانت ما تاخذيش المبادره والمثال وتضحي في هذا النظام ديالك؟ انا قريت المدرسه العموميه واعتز بالمدرسه العموميه وما كانش المدرسه الخاصه في الوقت ديالكم، ولكن اليوم المدرسه العموميه وطور كبير. علاش ما كيقراوش ولادك انت مثلا في المدرسه العموميه؟ اليوم المدرسه العموميه في بلادي استهدفت باسلحه الدمار الشامل. خربوها لان باغيين النخب اللي تحكم واللي تسير البلاد واللي تستافد من خيرات البلاد يخرجوها من واحد الجهه ديال الخلاص. ولاد الشعب يتسحقوا ويتهلكوا. المدرسه العموميه معلوم انا بغيت ولاد ولادي يدخلوا ليها. ولاد ولادك معلوم وغدا ملي يجي ولاد ولادك ما غاتقريهمش فيها وتقول لنا ولاد دابا انا ولادي قريت كندوي في اليوم. لا سمح لي انا ولادي خلصت عليهم من فلوسي ما شفرت. ما كنت رئيسه ديال 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 المدينه وخديت الاراضي. سمح لي فعل لي قانون التجريم العاري ويرجعوا الفلوس للبلاد وغادي المدرسه تلقى باش تصر. انا كندافع على المشروع ديال يعني المشروع ديالك ماشي ديال اليوم. دابا انت هضر بوحدك، دير لي ميسيون بوحدك. لا دير المشروع ديال دير لي ميسيون بوحدك. الصحفي الناجح كيطرح سؤال وكيتسنى الجواب الا سمحتي لي. ماشي مشكل انه باش تطلق هكا الامور على عواهنها. انا نقري ولادي فين ما بغيت. هذه حريتي، انا اؤمن بالحريه. نقري ولادي فين ما بغيت. لا ابدا ولكن في النضال كتلقاني واقفه الى جانب الشعب. فين ما بغيت ونقول لهذا الشعب خاصكم تقراو في المدرسه العموميه. ماشي هذا هو الهضره، هذا التحضيري ديال الهضره. هذا حنا كنطلعوا المستوى ديال الفهامه ديال المغاربه راه عندهم وعي.
انه اليوم المغاربه انا كنلقى حارس المدرسه ما كيقريش ولده في المدرسه العموميه، لان الدوله خربات الثقه في المدرسه العموميه، وانا بغيت نرجع الثقه في ديك المدرسه العموميه. كنقول الدوله ما تخليش على التمويل في المدرسه العموميه. ماشي كنقول الثقه ديالكم ماشي ديال اليوم، ماشي ديال ولادك، ديال الاحفاد. مشروعي شنو هو؟ مشروعي شنو هو؟ ان المدرسه العموميه ترجع لها الجوده وتبقى بالمجان، باش ماشي غير اللي عنده الفلوس اللي يقرا. هذه هي المشروع ديالي، ما تقولش يا فين ديتي ولادك ولا ما فين ديتي، هذا الشيء ما تيهم حتى شي واحد، ما كاين حتى شي واحد، لان ولادي بعدا اليوم مربيين تربيه حسنه ويمكن غدا يكون منهم الخير، ماشي بحال هذوك اللي في مدارس اخرى اللي جالسين ما عندهم سوقهم وما مخرطيش الى جانب الشعب. انا الى جانب الشعب. خلينا نشوفوا شنو اليوم المشكله هو في النخب الفاسده. احنا النخب النازيه نضربوها نقولها خاصها ترجع ديك جوج دريال باش تسمح لي. هذا ماشي كلام، هذا ماشي كلام. طلعوا شويه المستوى، طلعوا شويه المستوى. حنا عندنا ناس مهمين تنازلوا على اجور عليا باش يخدموا الوطن. نجي نقول لهم هذه 3 شهور البرلمان حيت بن كيران ما عجبوش الحال، حيت الاخرين شي تيتحكم بشي تحكم يريد ان يتحكم في التحكم. نقولوا حنا المناضلين الشرفاء موتوا باباكم بالجوع والدوله ما تعطيكم حتى مساهمه ورجعوا جوج دريال. هنا فين كتلوحونا ما عرفتش شي واحد ينهشنا. حنا شرفاء والمغاربه راه معتزين بنضالنا وعارفين شنو شنو كنديروا. ماشي هذا ولا هذا. قولها لهذوك، قولها لهذوك الشفاره اللي طالعين وطالعين بلا كفاءه. لا عندي الدليل. تقدر يدعيك شي واحد فيهم؟ ادعيني اللي بغى يدعيني، راه المحكمه قدام. دابا شويه نرجعوا عندك المحكمه. دابا شويه نشوفوها، نشوفوهم كاملين شنو قالوا لك، شنو قلتي عليهم وهذا الشيء كامل.